اخوك ولا دخوش جويجه ولد العام ولد العام جويجه يا اخوك خير كيبان لا اخوك بيني راه تكرولي ولد العام خمسة وستين اللهم بارك راه هي جفليت كما كتشوف هذا ديال الخدمة تشين توري لي نشوف نخلط مع الهاس كيد الله راس ولا بوحده كبير ما شاء الله راه كتكون فيها قباحه واحد ديسيبلين مع الدريس صغار مع كل شيء باغي ماشي ديال الحراسه هادي ديال اللاعبين الثمن ديالو شحال هذا هذا على الخاص خلي النمره ديالك 06 37 76 80 81 31 شحال عنده هذا مينوس الله يسخر لك الامين انا الخوت العشاق ديال الفلوس يبغى شي حاجه سوق طريعه شنو هو كيطرا في المقلي كيدخلوا برانيه كيدخلوا المقلي ديال البلاد شي حاجه كتراعي هنايا
فين ديك السياره كنمشيو للمراكب كنجمعو كلشي. هو ما كيطلقش الطير بارفا، الا كنتي شديتي طير بارفا اي سياره خاصو يصرو لنا بصح شديتي طير بارفا صغيور طلقو راه كيدير 5 تفريغات في العام الحصر ديالو مغربي. انقارض هذا السلاله البلديه انقارض حتى. ان شاء الله غادي معاه شي موضوع على الحسانيه ولا على اي عقيده ورشه الدوريه. راه تبارك الله استاذ راه كيفرق ما بين الصفر والاخضر حتى الكلام. اللهم بارك وزيد في ديالي الله يسخر الله يسخر الله يسخر الله يسخر الله يسخر عشاق ديال البلبل المغربي تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله. هذا مازال كيصفي الله بدا الله تبارك الله. شحال في العمر ديالو؟ 4 سنين. داك تصيد بيه ياسر باينه فيه صياده ملي جبتي تبارك الله بين الصياد. ما باغيش تبيعو ياك؟ لا تسال شي واحد. خلنا النمرة 06 33 06 66 10. الثمن ديالو 55. يسهل تبارك الله. هو كيقولها كيقولها مازال باقي ما مصفي. الله يسخر اخويا ياسين. الله يحفظك. انا الخود دائما مع الحيوانات الغريبه من سوق القريعه. واحد النمسا الخود هذا اش كيديروا به؟ كيصيدوا به؟ اش كيصيدوا به؟ الرنب هذا كيصيدوا به القنيه كما كتشوف. فكر ولا دوال شحال العمر ديالو؟ 30 شهر. 8 شهور. الماكلة ديالو اش كتاكلو؟ أكثرية البيض مسلوق خبز. تمام قلتي 700 درهم. خلنا النمرة 06 67 24 25 40. الله يسخر. انا تبارك الله توفي حال البلبل. ولا ستيك علي مغمرة وباطي والبنان مخلط يطلعوا صحاح. يطلعوا صحاح. بارك الله. الله يسخرهم. يلا خديتيهم؟ لا لا، ديالي جابهم لي السيد. جابهم لك السيد. الله
يسخر فيه. آمين. أنا الخوت العشاق ديال طائر الحداد، اللهم بارك. شحال عنده هاد الحداد؟ عامين. فيه شي كلاب الثمن ديالو؟ خلي النمرة ديالك 06 56 02 05. السلام عليكم الاخ، كيداير بخير؟ الله يحفظك. طفرات هو السباق والفورباك جويج لا لا الكورة الثمن 30 درهم واحد، 30 درهم واحد. خلطين الريمبو منش كيطراو في الثمن؟ من 30 درهم حتى 60 درهم، الثمن مناسب الخوت. على بغيتي تولع خلنا النمرة 06 74 54 54 52 72 47. الله يسخر اخويا سعد، هذا شي حاجة مرحبا. الله يحفظك. الله يحفظك. أنا الخوت عشاق ديال الحسون، اللهم بارك. باقي قليلة في السوق. الثمن ديال 180 درهم، سمعوا.